استاذ وائل، احكي لنا المشكله اللي بيعاني منها اهالي نجع شلبي التابعه لقريه اراضي نصير بمحافظه سوهاج. هو المشكله الوحيده الصرف الصحي، واحنا شغالين على مفيش صرف صحي النجع كله، في النجع كله مفيش صرف صحي خالص، شغالين على ايسون والبيارات. الميه بتطفح تقريبا كل يومين ثلاثه، بنحتاج نكسحها وبنكسحها على حسابنا، على حسابكم، على حسابنا، مصاريف غاليه في الشهر بتكلف يمكن تعدي ال 2000 جنيه. اخر مره الشارع كله غرقان، اتعمل فينا محاضر عسام الشرطه بسبب الميه من الناس. هل خطبتوا حد من المسؤولين في المحافظه او شركه المياه في محافظه سوهاج؟ قدمنا قبل كده شكاوي للسيد المحافظ الدكتور ايمن عبد المنعم السابق. تمام، مفيش حل، قدمت شكوى على البوابه الالكترونيه برضه مفيش، محدش رد عليكم؟ محدش رد عليا. قبل كده من 6-7 سنين اتقدمت شكوى في الاهرام برضه مفيش حد رد علينا خالص، وما زالت المشكله قائمه وبنعاني. المشكله بقى غير الامراض، بتطالبوا بيها يا استاذ وائل؟ صرف صحي ومحطة. صرف المياه المرمية من قبل الثورة، مواسير المياه المرمية من قبل الثورة، كل مشكلتنا المحطة، مش لاقيين محطة. ما هو عشان واقف المحطة ده مبهدل. هل في مكان مخصص للمحطة؟ ما مخصصش مكان المحطة لغاية دلوقتي. طب هل طلبتوا بمكان بتخصيص المكان؟ طلبنا بمكان بتخصيص مكان، قبل كده خصصوا مكان واتوخد. يعني الحكومة مش هتعرف تخصص مكان، ده خدمة عامة. تمام، يعني عايشين ازاي؟ طب انتوا خلال عايشين على نظام الكسح يوميا. عربيه او اتنين شغاله زي ما سعادتك شايف، وفي التصوير باين الطفح في المجاري والشارع مسدود. الشكاوي بتشتغل علينا. المشكله عندنا مفيش مجاري، وادي زي ما شايف حضرتك الوضع قدامك، المياه ضافه في الشوارع، واحنا في قلب سوهاج يعني يعتبر. فما يعني ايه الحل؟ طب مفيش صرف صحي في النجع نهائي، يعني لا بيره نافعه ولا بير نافع ولا عايشين على ايسونات يعني؟ يعني النهارده لسه كاسحين 12 عربيه، وليك شايف الشارع شكله ايه؟ يوميا على كده. طب هل خطبتوا حد من المسؤولين مثلا يا استاذ زكي؟ او في ناس خطبت من نعم الاهالي، خطبت مسؤولين زي الدكتور ايمن قبل ما يمشي، محدش رد. الاستاذ وائل لا طبعا، الاستاذ وائل عمل يعني يوميا عايشين على هذا الوضع، عايشين على هذا الوضع زي ما انت شايف حضرتك. يعني بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نعيش في بيئه كويسه. النجع فيه كم الف نسمه تقريبا؟ فيه تقريبا بتاع 10,000. 10,000 تقريبا. بيطالبوا بيها يا استاذ زكي؟ بمجاري، انا عايز اهم حاجه المجاري، عندي صرف صحي اهم حاجه. هل في مكان مخصص للارض مثلا لحط صرف صحي؟ لا، احنا هو عملوا خط هنا في مواسير راكبه، في مواسير راكبه بس مش شغاله، الخط العمومي بتاعها يعني راكبه في وسط الشارع وبتسابق، لا مكمله الشارع ده ولا مكمله من الناحيه الثانيه.